يقول القرآن الحكيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي آية يقول القرآن الحكيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي آية ثالثة يقول القرآن الحكيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لماذا كرر فاسقا ظالما كافرا؟ وما هو الفرق بين هذه الأمور؟ نمثل مثالا بسيطا حتى يوضح الفرق. الإنسان السائر عن الجادة إذا انحرف عن الجادة ذات اليمين أو ذات الشمال هذا شيء، بعد هذا الشيء يأتي دور اصطدام السيارة بصخرة أو بشجرة أو هبوطها في واد، مما يسبب أن ينجرح هو السائق أو يسبب أن يجرح غيره، هذا شيء ثاني. وبعد ذلك يؤخذ إلى المحاكمة ويحاكم ويغرم أو يوضع السجن لمدة. انحراف السيارة عن الشارع انجراح نفسه السائق أو أنه جرح غيره. الشيء الثالث أخذه للمحاكمة والعقاب. نفس الشيء في الآية المباركة، أولا خروج عن جادة العدل فأولئك هم الفاسقون، ثم هذا خارج عن جادة العدل إما يكون ظالما لنفسه أو يكون ظالما لغيره. هذا شنو صار؟ صار ظالم فأولئك هم الظالمون. وبعد فسقه ثم ظلمه يترتب عليه الكفر في الآخرة وأنه النار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا تفسير موجز بسيط في وجه تعدد الكلمات الواردة في موضوع واحد، والموضوع الواحد هو من لم يحكم بما أنزل الله. أما مناسبة هذا الموضوع، في شهر محرم الحرام ألفت كتب ورقيت منابر وسمعنا خطب وكلها حسن وجزى الله العاملين خيرا مؤلفا أو خطيبا أو سامعا أو غير ذلك، لكن يبقى أنه نحن نحتاج إلى نتيجة. هذه كلها ما كانت نتائج، هذه كلها كانت طرق. الهدف هو ماذا؟ تطبيق مبادئ الحسين عليه السلام. يعني أن الحسين لما قتل هل كان هذا هدفا؟ لا، كان طريقا. الطريق تطبيق مبادئه. تطبيق مبادئه بماذا؟ تطبيق مبادئه له جزءان. جزء المسلمون قليلا أو كثيرا يعملون به، الصلاة يؤدونها، الخمس يعطونها،
الزكاة ينفقونها، الحج يذهبون، الصدق فيهم موجود قليلا أو كثيرا، الأمانة موجودة. وعلى هذا المنوال هذا جزء من مبادئ الحسين مطبق، ولو أن التطبيق ليس على وجهه لا كما ولا كيفا، لكن جزء موجود. الجزء الثاني غير الموجود وهو القوانين الإسلامية، يعني أنه نحن بإقامتنا لعزاء الإمام الحسين في مختلف جوانبه وأبعاده إنما نؤدي طريقا إلى هدف. الهدف للإمام الحسين ولهذه الأمور جزءان، جزء ما يسمى بالصلاة والصيام والخمس والزكاة والحج وما أشبه، وجزء تطبيق قوانين الإسلام وأنظمته وأحكامه. هذا الجزء هو الشيء الذي ليس بموجود على الأغلب والأكثر في أغلب بلاد الإسلام إن لم يكن كلها. الآن نبين موضوعاً، موضوع مثالاً لأنه كيف قوانين الإسلام لا توجد في البلاد الإسلامية، ونبين ثانياً شيئاً بسيطاً عن أننا كيف نتمكن من تطبيق هذا الشيء. أما بالنسبة إلى الموضوع الأول وهو أنه كيف لا تكون القوانين الإسلامية غير موجودة في بلاد الإسلام، والقوانين الإسلامية التي كانت هدفاً للإمام الحسين تطبيقها، وهدف من حركة المسلمين في قضايا الحسين عليه الصلاة والسلام وعزاءاته. ثلاث قوانين أكو في الإسلام. قانون كمثال أول يقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، يعني أنك مسلط على مالك ومسلط على نفسك، هذا القانون. القانون الثاني يقول الأرض لله ولمن عمرها. القانون الثالث يقول إن بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين. في كل العالم الآن ومن جملتها كل بلاد الإسلام أكو شيء يسمى بأزمة السكن. أزمة السكن إذا راجعتم تاريخ الإسلام الطويل، يعني منذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبل 70 سنة، حيث كانت بقايا قوانين الإسلام تمشي في بلاد الإسلام ولو بصورة باهية، لا تجدون في أي تاريخ موضوع اسمه أزمة السكن. الآن إذا تراجعون الصحف والمجلات والإذاعات والتلفزيونات تجدون في كل مكان صياح أزمة السكن. أزمة السكن يعني شنو؟ يعني أنت وعائلتك في الكويت معكم مكان، أو في السعودية أو في أي بلد آخر، وهؤلاء مو واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا ألف ولا 10,000، لعله في مدينة صغيرة كالكويت 50,000 إنسان بلا سكن. وفي صعوبة السكن، لأن معاشه 200 دينار أجرة شقة 150 دينار. نفس الشيء في إيران، ونفس الشيء في مصر، ونفس الشيء في العراق، ونفس الشيء في الخليج. هذا أزمة السكن من أين وجد؟ بينما 1300 سنة ما كان لها اسم أبدا، لأنها هذه الأزمة أوجدها ترك قانون من قوانين الإسلام، والذي كان هدف الإمام الحسين أن يطبق قوانين الإسلام في البلاد لسعادة الإنسان. شنو؟ القانون كما ذكرنا قانون الله يقول الأرض لله ولمن عمرها.
قانون ثاني كان يقول ادفع من بيت المال إلى كل محتاج بقدر احتياجه. الآن افرضوا ونحن في هذا البلد ونمثل مثالا تطبيقيا لهذا البلد، إذا أعلنت الحكومة غدا أن كل إنسان عمر أرضا من هذه الأراضي البائرة فله هذه الأرض، وكان هناك بيت مال، هذا بيت المال يساعدك مجانا في أن تشتري الجص والطابوق والحديد والسمنت بقدرك، لا بقدر بناية ضخمة، بقدر ما تبني 200 متر كمثل في دار متواضعة بسيطة فيها غرفتان ودورة مياه ومطبخ. الأرض موجودة والمال موجود والبشر موجود. القانون انحرف، قانون كان يقول الأرض لله ولمن عمرها، هس القانون يقول الأرض للحكومات والحكومات لا تسمح لك، سواء كنت في لندن أو في طهران أو في بغداد أو في الكويت أو في القاهرة، أراضي موجودة بكثرة هائلة، أرض موجودة، بيت المال أيضا موجود. الآن شلون أكو تعليم مجاني؟ في الإسلام يقول أكو هم دائرة تسمى ببيت المال، المعونات مجانية، أنت لا تقدر على بناء دار لنفسك، خذ من بيت المال بمقدار ما يكفيك. بطبيعة الحال أنت أيضا تسعى وتحصل على كمية من المال بنفسك كتاجر أو ككاسب أو حتى كفقير وجمعوا لك في المسجد، وقسم من بيت المال وبنيت الدار وذهبت أزمة السكن إلى غير رجعة. هذا القانون انهدم، لهذا في بغداد أزمة السكن وفي لندن أزمة السكن وفي نيويورك أزمة السكن وفي كل مكان أزمة السكن، هي أزمة مصطنعة مو أزمة واقعية. فهذا الشيء إنما هذه الأزمة وأزمة السكن ولدها انحسار قانون إسلامي. هذا القانون إذا رجع إلى مكانه هذه الأزمة اختفت تلقائيا. إجينا على القانون الأول اللي ذكرناه، الناس يسلطون على أموالهم. الآن إذا رجعت الحكومة وقلت إن صاحب الدار يريد ترفيع الإيجار، الحكومة يقول صاحب الدار ليس لها حق، وإنما 50 دينار فلست استأجر، الآن 50 دينار استأجر رغما على أنك صاحب الدار، وشنو سقط؟ قانون الناس مسلطون على أموالهم. لكن هذا القانون الناس مسلطون على أموالهم إنما كان ينفع ويعطي مفعوله، أما اليوم وقد سقط ذاك القانون الأرض لله وبيت المال لنفع المسلمين جاء هذا القانون. فقانون الناس مسلطون سقط، كل الناس يشكون من هذا القانون. قانون الأرض لله سقط، قانون بيت المال لمصالح المسلمين سقط، هذه القوانين الساقطة سببت هذه الأزمة. الآن أية مشكلة تجد في بلادنا من مشكلة اقتصادية أو مشكلة سياسية أو مشكلة اجتماعية أو مشكلة عائلية أو مشكلة سكنية أو أي مشكلة، إنما هي وليدة انهدام قانون من قوانين الإسلام. الحسين قتل حتى يركز قوانين الإسلام، ونحن صنعنا المنابر وصنعنا الكتب وصنعنا المجالس وبذلنا وبكينا وخطبنا وصنعنا كلها حسنة، لكن أين هذا الشيء الذي الحسين لأجله قتل؟ أخذنا من السوق اللحم والخبز والأرز والدهن وكل شيء لأجل الغداء، ذهبنا ظهرا إلى الحوش ماكو غداء. الواجب علينا نحن
بعد هذه الحلقة الأولى من صنعنا الكتب والمنابر والعزايات والخطابات، الواجب علينا أن نهتم لإرجاع قوانين الإسلام التي لأجلها قتل الحسين إلى بلادنا. أما ما ذا بيدنا أن نصنع، لعلكم تقولون ليس بيدنا هذا الشيء. نعم بيدنا، بيدنا نحن ثلاثة أشياء مقدمة لإرجاع قوانين الإسلام إلى البلاد: أن تربي نفس عالما نحريرا، نفهم القوانين الوضعية، نفهم القوانين الإسلامية، نفهم المشاكل الاجتماعية، نفهم كيف تولدت المشاكل الاجتماعية والأزمات من زحزحة القوانين الإسلامية ومجيء القوانين غير الإسلامية مكانها. هذا الشيء الأول. ثانيا، يجب أن تكون كاتبا قديرا حتى تتمكن أن تؤلف الكتب، يعني حتى تتمكن أن تؤلف الكتب وتبين أضرار هذه القوانين وتبين منافع القوانين الإسلامية للمجتمع. قلنا دعنا عن الآخرة، تبين أنه كيف القوانين الإسلامية علاج، وكيف أن هذه القوانين سبب المشكلات والأزمات. الأخ الصادق ألف كتاب، اسم الكتاب الإصلاح الزراعي في الإسلام. هذا الكتاب ألفه تأليف، وذكر أن أخطاء القانون الإصلاح الزراعي المطبق ما هو، وأرباح قانون الإصلاح الزراعي الإسلامي ما هي، مقايسة، وكل بالأرقام وبالأمور العقلية والفكرية. أحد أصدقائي كان صديق إلى وزير الإصلاح الزراعي في ذلك اليوم، واسم وزير الإصلاح الزراعي دكتور عبد الصاحب علوان، وهو دكتور وكان وزيرا. هذا الوزير كان مؤلف كتاب في الإصلاح الزراعي. الأخ الصادق في كتابه يرد على عبد الصاحب علوان بالنص والاسم، يقول الدكتور عبد الصاحب علوان في كتابه صفحة فلان كذا وهذا رده، ويقول كذا وهذا رده. صادق طبع هذا الرد على دكتور عبد الصاحب علوان. هذا صديقنا وقت اللي شاف هذا الكتاب، وهو صديق دكتور عبد الصاحب علوان، أخذ نسخة من الكتاب أو نسخ، قال أوديه إلى نفس الوزير حتى يرد عليه. ودار الوزير يقول الوزير هو يا ولد تعب، شلون تجرأ إنسان في دولة دكتاتورية أن يرد على وزير؟ هذا صاحبنا قال هذول يخافون. دع عنك هذا الكلام، لا بأس، خلنا يمنع رجع إلى كربلاء. هذا صديقنا وصديقنا. بعد أسبوع أو أسبوعين راح إلى بغداد مرة ثانية، يقول راح إلى دكتور عبد الصاحب على نفس الوقت رجع. قال قلت له وين الرد؟ يقول راح. قال حقيقة ما عندي رد على هذا. قال وإنما نحن مأمورون أن نطبق هذا القانون لا أكثر ولا أقل، هذا هو الكتاب صحيح. من المستحيل أن تري إنسان شمعة والمصباح ألف شمعة وهو يصر ويقول أن شمعته خير من مصباح ألف شمعة. فنحن بحاجة إلى أن نكون علماء حتى نفهم مواضع الداء ومواضع الدواء، ويجب أن نكون أيضا خطباء حتى نتبقى أن نبين للناس. الآن نحن وأنتم كثيرا ما ذهبنا إلى المجالس وسمعنا كثيرا من الخطباء الأكرمين تكلموا عن الصلاة وعن الصوم وعن الحجاب وعن الخمس وعن الحسين كيف قتل وعن بني أمية وجرائمهم، هذا كله صحيح وواجب، لكن كم سمعنا عنوانا حول قانون 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 من قوانين الإسلام مقارنا ومبينا زيف القانون غير الإسلامي ووجوب هذا القانون الإسلامي في مكانه؟ كم سمعنا؟ إذا سمعنا قليل فطبيعته، ما أقول ما سمعنا أبدا، لكن قليل ومو بالمستوى. عالما نحريرا حتى نفهم
خطيبا قديرا حتى مبين، كاتبا شهيرا حتى ينتشر كتبه. لأنك إذا كنت كاتبا قويا وكتبت 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 وعشرات الألوف من الكتب وزعت، بطبيعة الحال ما أقول إنها تغير 100%، لكن تغير 10%. الآن حقيقة إذا حكوماتنا وأكثرها حكومات لا تعرف الحقيقة، إنما هي حكومات تحول القوانين إلى لجان خاصة، واللجان الخاصة هي التي تضع الحلول. يعني مو أنه يجلس جماعة 50 واحد مفكر ويفكرون ويطبقون، وهذا القانون قهرمان قانون الله سبحانه وتعالى في البلاد، لا أكثر ولا أقل من ذلك. وأحيانا إني أعلم ولا نفصل أكثر، أحيانا قوام وضع القانون إنسان واحد فقط وفقط. لذلك الحقيقة كما ذكرنا أن مبدأ الحسين كان قوانين الإسلام، وكل قانون للإسلام زحزح معناه جاء قانون فاسد مكانه يسبب مشاكل في هذه الحياة الدنيا. ومن يجب عليه أن يطبق قوانين الحسين عليه الصلاة والسلام الذي هو هدفه؟ أهل العلم. أهل العلم كيف يتمكنون أن يطبقوا؟ بثلاث شروط. أولا أن يكونوا علماء كبار، عالما يحريرا، حتى نعرف القانون الفاسد والقانون الصالح، وأي قانون يمكن أن يأخذ مكان قانون. ثانيا خطيبا قديرا حتى يبين للناس. بس البيان مو كل ضد الحكومات بطبيعة الحال، لا أبدا، وإنما هو في مجلس الأمة يضع القانون وأنا أبين فوق المنبر خطأ هذا القانون، أو أن قانون الإسلام أفضل من هذا القانون. وذكرنا أن أكثر الحكومات هؤلاء مشغولون بقضايا الجيش وقضايا الكذا أصلا لا يلتفتون إلى هذه الأشياء، وإنما أفراد خاصة في الأجهزة يجعلون القانون يقدمون يصدق من قبل الملك أو المجلس الجمهوري أو المجلس الثوري أو مجلس الأمة أو أي إنسان يخلص. شو القانون في البلاد؟ العقوبة والثواب والطرد من البلاد والسجن والغرامة والإعدام، وكل شيء ترتب على هذا الإنسان الواحد أو الإنسان الاثنين، لا أكثر ولا أقل من هذا. عالما محريرا وخطيبا قديرا حتى يبين، شيء ثاني. والشيء الثالث كاتبا شهيرا. إذا كاتب شهير مو كاتب ألف كتاب وفي غرفته وانتهى كل شيء، لا، يمشي كتابه بالبلاد والناس يشوفون هذا حق، يقارنون، على الأقل يكون لله الحجة على الناس. إذا كان هكذا، ومو أن الله سبحانه وتعالى قال البلاد سوف تكون للغرب والشرق إلى يوم القيامة، الله في القرآن الحكيم بالعكس قال، قال كلاً نمد، كلاً يعني المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، الطيب والشرير، والخير والمنحرف، كلاً نمد. هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، دنيا بنهج الله، يمد فرعون ويمد موسى، يمد رسول الله ويمد أبا جهل، يمد عليا ويمد معاوية، مال، رجال، صحة، سيادة، كل شيء الله يعطي. لأن هنا لازم كل شيء يعطي للكل حتى يتبين الصحيح من السقيم. كلنا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا في الدنيا، عطاء الله مو محظور ولا محظور. فنحن قلنا أن ما صنعناه هو كان نصف الشيء، أو هو الطريق على الأصح، البكاء، المنابر، المواعظ، الإرشادات،
المجالس، بيان الصلاة، صيام، حج، خمس، ظلم، سقوط بني أمية، سقوط بني العباس، كله صحيح. لكن هذا كلنا كنا في الطريق، الهدف تطبيق قوانين الإسلام التي هي مبادئ الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين، كيف يطبق بهذا الشيء؟ ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.